عن أهالي قضاء قرمة بني سعيد. نحن دعاة السلمية والتضحية خرجنا يوم أمس وتعرضنا للقمع المفرط ووقع في صفوفنا أكثر من 14 جريح و13 معتقل ما زالوا في زنازين السلطة القمعية. لذا إن كانت الحكومة تريد اختبار صبرنا فنحن مستعدين لخوض غمار الاحتجاج مرة أخرى. لذا نمهل الحكومة ساعتان لإخراج المعتقلين، وخلاف ذلك سنلجأ للتصعيد والسير على خطوات لا يحمد عقباها. هذا والله والوطن من وراء القصد. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار والحرية للمغيبين والشفاء العاجل للجرحى. عاش العراق! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل البدء بتفاصيل حلقتنا نود التنويه إلى أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ الأول من شباط فبراير هذا الشهر، وسيتوقف العمل بنظام البث SD اعتبارا من تاريخ 28 من شباط فبراير. لذا لمن يواجه مشكلة في مشاهدة القناة بشاشة كاملة يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية على نفس التردد الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة، 10727 أفقي على القمر نايلسات، وستظهر إن شاء الله لحضراتكم القناة بنظام البث الجديد وستكون هناك شاشة كاملة للمشاهدة. اليوم مشاهدينا نتحدث عن قمع التظاهرات في العراق، ونتساءل عن استمرار هذا القمع وأسباب استمرار هذا القمع الحكومي لكل من يخرج للمطالبة بحق مشروع، إن كانت المطالب تخص أو كما حدث في ثورة تشرين مطالب كانت إسقاط النظام وإنهاء العمل بهذه العملية السياسية بالدستور، حل البرلمان، يعني هذه المطالب التي كانت تقضي بتغيير هذا النظام، أو إن كانت مطالب ثانوية جانبية مثل التعيينات، الخدمات، غيرها من مطالب أخرى مرتبطة بحياة المواطنين بشكل مباشر، فيحدث القمع بكلتا الحالتين. نتساءل لماذا تستمر هذه الحكومات بانتهاج هذه الطريقة بدل أن تعالج الأزمات؟ يعني لماذا تقوم بقمع المتظاهرين المطالبين بتعيين بدل أن توفر فرص عمل لشريحة الخريجين العراقيين؟ لماذا تقوم بقمع من يطالب بمحاربة الفساد وهي التي تقول بأنه نحن دعاة بناء دولة ونحن الذين نرفض الفساد ونحن الذين نريد عراقا مزدهرا مستقرا؟ هذه شعارات الأحزاب، فلماذا لا تلتزم بشعاراتها ولماذا لا تطبق هذه الشعارات على أرض الواقع وتكون فعلا أداة من أدوات محاربة الفساد أو تسخر أدواتها لمحاربة الفساد؟ إذن مشاهدينا الكرام، شهد هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث في محافظات عراقية مختلفة، وكانت هناك مظاهرات أيضا في محافظات مختلفة للمطالبة بمطالبات أو بمطالب عديدة. دعونا نتابع بعضا من ما جرى خلال الأسبوع الحالي. هناك طبعا مظاهرات في محافظة ذي قار للمطالبة بإنشاء مستشفى سعة 100 سرير. هذه المظاهرة كانت أمام بوابة ديوان محافظة ذي قار، وأدى التدافع ما بين المتظاهرين وما بين القوات الأمنية إلى حدوث إصابات بين الطرفين. لنشاهد الآن قرب جسر النصر في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين طالبوا بتوفير خدمات والاهتمام بالنظام الصحي ومعالجة الأزمات في قطاع الصحة في العراق. لنشاهد كيف استجابت الدولة لهذه المطالبات المشروعة. Thank you.
مصلحة، على مصلحة. شوفهم يرمون ويطقون دخانات على مصلحة، يعني عالم ما عاد المريض وين يروح، يلفونه هو هذا البلاد ما حد يحترمه. شعب العراق طبعا ليس فقط في الناصرية بل أيضا في قضاء قرمة بني سعد كان هناك جنوب محافظة ذي قار، أيضا كانت هناك تظاهرة خرجت للمطالبة بإنشاء مستشفى بسعة 50 ب100 سرير بدلا عن المستشفى المقترح اللي هو كان 50 سرير. في بداية الحلقة شاهدتم المقطع البيان الذي ألقاه أهالي قضاء قرمة بني سعد في محافظة ذي قار. يعني هل صعبة على دولة يدخل إلى ميزانيتها عشرات مليارات الدولارات ودخلت مئات مليارات الدولارات طيلة السنوات الماضية أن تنشئ مستشفيات بكامل معداتها لمعالجة المرضى بشكل عام في العراق؟ هل صعب على الدولة العراقية بهذه الأموال الطائلة أن توفر الخدمات الأساسية البسيطة للمواطن العراقي؟ هل يعقل أن بلد في عام 2022 لا توجد فيه مستشفيات ولا يوجد فيه نظام صحي كباقي دول المنطقة المحيطة بنا على الأقل قبل أن نتوسع ونذهب إلى الدول المتطورة والمتقدمة مع الأموال التي نمتلكها مع الخبرات الطبية التي نمتلكها؟ هل يعقل أنه العراق في هذا الزمن في هذا الوقت لا توجد فيه مدارس، الطلبة الخريجون يجلسون على الأرصفة ويتظاهرون للمطالبة بحقوقهم، لا يوجد نظام صحي لمعالجة الحالات الطارئة ولمعالجة أو ل احتواء الأزمات الصحية التي تحدث؟ يعني فيروس كورونا عندما جاء إلى العراق وبدأت أعداد الإصابات بارتفاع، خرجت التقارير الدولية من صحف أمريكية وبريطانية وغيرها تؤكد أن المستشفيات في العراق أصبحت بؤر للقتل للموت، أصبحت أماكن موبوءة. من يدخل إلى المستشفيات في العراق بحسب التقارير الدولية يا أما يصاب بمرض آخر أو يتعرض إلى تفاقم بحالته الصحية بسبب غياب المعدات وغياب نظام صحي قادر على استيعاب هذه الحالات. طبعا الصحة هي جزء من الأزمات الكثيرة التي يعاني منها المواطن والتي يخرج ليتظاهر من أجل توفير هذه الأساسيات التي توجد في كل دول العالم. معنا كرارة من الناصرية، تفضل حياك الله. نعم أستاذ، أولا تحية قناة جمهور الله وديهم، تحية لك القناة وراقية القناة. الله يسلمك، حياك الله. أولا يوم الناصرية منكم ومني الخدمات. شباب الناصرية اليوم غير قادرين على العمل، الناصرية اليوم تفتقد إلى كثير من الخدمات، الناصرية اليوم تفتقد إلى لا بها شارع بلط، لا بها مدارس زين، لا بها مرافق بالتسوق. الناصرية اليوم خالية من الحكومات، لا محلية ولا حكومة، أي حكومة تكون أي حكومة بغداد لن تدير هذه المحافظة المكروبة التي عانت معانت، التي راح شبابها ضحية في جسر الزيتون وفي مجازر أخرى. واليوم هم نواجه من السلطة القمع لما يخرج الشاب العراقي ليطالب في تعيين أو يطالب في خدمات بسيطة. نرى أن الحكومة والقوات اللي قمعية، قوات السلطة تواجب الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع. يعني 13 شاب جريح اليوم اللي خرج، هو اللي يخرج على مود شنو؟ هو اللي خرج من اليوم على مود خدمات ماكو ناصية. اليوم الناصية يعني لا بها شارع، لا بها مركز تجاري، لا بها خدمات، لا بها كل شيء، لا بها مقدرات. يعني الناصية من كوبا. بالاضافه الى الشاب لما يطلع على مود خدمات او يطلع على مود تعيين او يطلع على مود استفاده راح تواجه اليوم ما مستشفيات بيها، لا تعليم بيها. قبل فتره لما بفتره وفتره الناصريه تخرج على مود مطالبه في خدمات، قبل فتره من خرجت همين كان الدكتور نام الذي فقد من عائلته نتيجه اقتراح مستشفى ابن الحسين، هم يطالب في إقامة السلطة القمعية في الضرب والإهانة وأنه في هذا الدكتوراه. وكثير يعني اليوم الناصرية يعني كرار طبعا الكلام ليس فقط على مدينة الناصرية، الحديث عام عن كل المحافظات العراقية. أنا سؤالي هل يعقل أنه اليوم إحنا ونحن مقبلون على العام 19 من الاحتلال وحكومات مختلفة متعاقبة جاءت بعد الاحتلال حكمت العراق، هل يعقل أنهم طيلة هذه السنوات ما كان عندهم مشروع
بناء بنية تحتية وتقديم خدمات أساسية للمواطن العراقي، هل يعقل أنه طيلة هذه السنوات، إذا كنا نتكلم عن القطاع الصحي مثلا، المستشفيات التي بنيت أو المختبرات أو المراكز الصحية كلها أهلية، كلها تابعة لأحزاب، كلها تمص دم المواطن العراقي الفقير المحتاج؟ يعني اليوم المستشفيات أصبحت مراكز تجارية وليست مستشفيات لمعالجة المرضى. اللي ما عنده فلوس ما يقدر يتعالج في المستشفيات اللي بيها المعدات واللي بيها الكادر الطبي، والحكومية فارغة وغير صالحة، غير مؤهلة أنه هي تعالج مريض. هذه السنوات إيش كانوا دي يسوون؟ نعم أستاذ، أولا خطوة جيدة، بس خلنا نسلط الضوء على محافظة الناصية. محافظة الناصية من المحافظات اللي مكتوبة، يعني محافظة الناصية يعني خلي الناس تجي تزورها، خلي الناس تجي تشوفها، خلي الإعلام يجي يسلط الضوء عليه. محافظة الناصية مستشفيات خالية، يعني محافظة الناصية المستشفيات اللي عامة، لما تروح لو أنت مريض ما عندهم ولا يعطونك فيها غير البراكتيسول والحبوب، وبلغ هاي ما حد يعني لا عندهم أدوية، لا عندهم يعني أسرة للمريض، لا عندهم مستشفيات تقبل المريض. يعني الناصرية من مليانة ناحيتي تحكي بيها وتتصور بيها وتقول هذا الشيء وهذا الجانب زين بيها، تقول إيه والله صحيح هذا الجانب اللي هي سوته الحكومة. الناصرية تختلف عن كل المحافظات البقية، يعني المحافظات البقية أجوز فيها تطور قليل أو نصف قليل، إلا الناصرية نتيجة هذا لما يطلع الشاب تواجه السلطة بالقمع وتواجه السلطة، يعني هو الشاب اللي هو طيب. أنا بس أريد منك جواب يعني على سؤالي حتى بس لا تتوسع الفكرة. أنا سألت طيلة هذه السنوات ماذا كانت هذه الأحزاب تفعل وشنو كانت مشاريعها؟ ليش المواطن العراقي ما شاف أي منجز على أبسط الصعد؟ إحنا ما نريد نتكلم عن المحطات النووية ولا القطارات السريعة ولا هاي الأمور، إحنا دا نتكلم عن مقومات الحياة الأساسية، ماء وكهرباء وخدمات صحية ونظام يسير أمور الدولة. معقولة طيلة هذه السنوات ما قدروا يحققون هذا الشيء وبعدهم مصممين أنهم يتمسكون بالحكم؟ نعم استاذ، هم طيله كانت مشاريعهم مشاريع فاشله ومشاريع يعني سرقه الماء العام من خاطر يمولون اللي هم ميليشياتهم واحزابهم. يعني كيف هم يوم يعطون مال عام يسيطرون به اذا هم من الناصيه ومن الفقير ومن باقي المحافظات؟ يعني هم هاي طيله هاي 18 سنه هم اجوا دول سياسيين صدفه، يعني لو كان عندهم عمل سياسي منو من الحكومه اللي اجت من الحكومه من عادل عبد المهدي من العبادي من المالك ومن غيره ومن غيره. طيب. من اجي طبق برنامج الحكومي، يعني كل ما تجي حكومه وبرنامج مال الحكومه يقول لك راح اسوي وراح ابني والمناطق الجنوبيه وراح اجيب عادل عبد المهدي اللي برنامج الحكومه راح اجيب شركات صينيه وراح اسوي، وين شنو شفنا من حد شنو سوى من حد؟ بالاضافه الى حيدر العبادي بالاضافه الى نور المالكي، وين هم اليوم اللي هم نفس ما تفضلت 18 سنه هم بالعراق؟ شنو رؤيتهم السياسيه؟ شنو رؤيتهم الاقتصاديه للبلد؟ اي رؤيه اقتصاديه ما عندهم غير منتهين بالبوت والسلب والنهب وعايفين وصراعاتهم على 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 المناصب وعلى المحافظه وعلى ذات الف وذات الي، وعايفين الشعب يموت لا مستشفيات لا تعليم، وعايفين كل شيء اليوم بحيث باقوا اللي فلوسنا وباقوا وقتلوا شبابنا وقتلوا ارواحنا. هم اليوم قاعدين حتى الحد اللي هم لحد الان يعرفون يتقاسمون حصلته بالقطار وبالجماعه المختلفه والتيارات القضيه على مود شنو على مود مقتل والناصيه مستشفى ما بيها. شكرا يا كرار، اشكرك، كنت معنا من مدينه الناصريه مركز محافظه ذي قار، شكرا جزيلا لك. سعد من الكويت، تفضل يا سعد، حياك الله. يا هلا بيك يا هلا بيك استاذ. اولا الاعتداء على المتظاهرين لا يجوز، لانهم يطالبون بحقوقهم المشروعيه والدستوريه والقانونيه. ونحن نتساءل من باب الاخوه والانسانيه وحريه الراي والديمقراط، ولا نفرض رايا لكن نناشد ونتمنى وندعو بالتي هي احسن يا استاذ. وحسب ما ذكرت أنت متى يتحقق المشروع مستقبلا بالبرنامج الجديد وحكومة قادمة؟ تحياتي لك للبرنامج وشكرا لك. سيد سعد من الكويت، نتمنى طبعا كل عراقي يتمنى أن يكون هناك مشروع حقيقي لبناء الدولة. المواطن العراقي ليس مواطن ناكر للجميل ولا للمعروف وينتظر إنجاز حقيقي حتى يثق بأي جهة تحكم العراق، لكن
هذه الأحزاب التي تحكم متهمة اليوم بسفك دماء العراقيين أولا وبالأخص المتظاهرين. اليوم هذه الأحزاب التي تتصارع من أجل السلطة، إن كانت من الأطراف المحسوبة على السنة أو إن كانت الأطراف المحسوبة على الشيعة، وهذه المسميات طبعا التي أو الأوصاف التي هم يطلقونها على أنفسهم، هذه الأحزاب هي المتهمة بسفك دماء العراقيين لأنها هي الحكومة. هذه الأحزاب هي حكومات الاحتلال، هي الحكومات التي تشكلت بفعل التوافقية والمحاصصة. إذن هذه الأحزاب هي التي بفعلها، بسياساتها القمعية، بفقدانها السيطرة على الميليشيات، بعضها وبعضها الآخر هو الذي يتحكم بالميليشيات، أدت إلى استشهاد أكثر من 1000 متظاهر في ثورة تشرين، وهناك أكثر من 30,000 إصابة، بينهم أكثر من 5,000 شخص بإعاقة دائمة بفعل هؤلاء. والمظاهرات التي قمعت قبل ثورة تشرين وما جاء بعد ثورة تشرين من تظاهرات أيضا قمعت بسبب هذه الأحزاب التي هي اليوم تحاول تشكيل الحكومة. كيف لهذه الأحزاب أن تشكل سلطة وهي لم تحاسب بعد على التهم الموجهة إليها، ولم يتم التحقق بشكل عادل من الاتهامات الموجهة إلى الأحزاب إذا كان على صعيد العنف المستخدم ضد العراقيين أو إذا كان على صعيد الفساد الموجود داخل السلطة منذ عام 2005 ولغاية هذا اليوم؟ أبو عراق من الفلوجة تفضل، حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للتحجون تقولون حكومة، حكومة ماكو أستاذ محمد الله يخليك. نعم. وبالنسبة أنا من خلال برنامجك أناشد الشعب العراقي، أقول له يا شعب أصحى. يا شعب ترى هاي، شوف أسأل هاي الحكومات المتعاقبة كل ما تجي دورة لهم يلجعون إلى الديون. نعم. الديون يستقرضون للدول. تدري الهدف مالهم شنو أستاذ محمد؟ نعم. حتى الأجيال البقية اللي تجي ورانا يبقون يدفعون الثمن يا أستاذ محمد. خلي ينتبه الشعب العراقي عليه. ما هاي أحزاب يا أستاذ محمد الله يخليك. احنا نتأمل مين بالأحزاب هذول؟ هذول شايلين تدمير العراق. الله يخليك يا أستاذ محمد. فماكو حد يحاسبه، ماكو حكومة عمي. حكومة ماكو بالعراق. احنا تحت احزاب، تحت ميليشيات، يعني لو عندهم ذره من الغيره. زين انت متظاهر، انزل علي، انزل على المتظاهر اسال اقول له شديد. هذا ما يريد منصب ولا يريد كرسي، عم يريد يعيش. سيد ابو عراق، اذا كانت عقليه المسؤول بالعراق او زعيم حزب او ميليشيا عندما يخرج مواطن عراقي يقول ان هناك فقر، احنا فقراء، الفقر ده ينتشر ومستويات او ارتفاع اعداد الفقراء في العراق، يطلع واحد مثلا مثل هادي العامري يقول الفقر كذبه، اذا كان المسؤول يسير بهذا النهج، نهج الكذب، نهج التكذيب الاخر، انه انت يا عراقي لا تعيش بنعيم برخاء، يطلع واحد مثل همام حمودي نائب رئيس البرلمان السابق يقول لا دوله مثلكم. طيب لما تكون هذه هي عقلية المسؤول، هل يرتجى من هؤلاء أي إنجاز حقيقي أو أي خير بشكل عام؟ أستاذ محمد، أنا من أقول لك هسه المفروض الشعب ينهض، لأن كافي يكذبون علينا أستاذ محمد الله يخليك. هذول شنو أترجى من عدو؟ هو اللي دمرني وقتلني وجوعني وصرخني. هذا تعمل منه خير يا أستاذ محمد الله يخليك. طيب. هذول ما تفيد بيهم يا أستاذ محمد. هذول لا محاكم دولية تحاجيهم، عم هذول موالين لدول أخرى، والتخطيط مالهم ترى تدمير العراق، مو بس حاضر. حاضر ومستقبل والجيل اللي جاي ورانا راح يتألم بعد أكثر. وعمي خلونا شلون الشعب المصري بالانتصار. نعم. انتصار لازم ناخذه من الشعب المصري. نعم. اول ما توحد ويا الجيش وعملت. نعم. يا الجهات الامنيه كافي ضحك علينا عم بموت عبة العالم. الله يعين اهلنا بالجنوب، الله يعينهم.
وأنا أشكرك أستاذ. شكرا جزيلا سيد أبو عراق من الفلوجة، ويانا هاشم من السماوة، تفضل يا هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا هذه عصابات مجرمة، هذه كل ما في السلطة عصابات مجرمة سارقة. يعني شوف اليوم ارتكبت مجرى، ارتكبت جريمة وحشية بعد قد تهجير القضاء وسكان قضاء مقتول في صلاح الدين بدون ذنب أو أي ذريعة تماما. هذه هي عصابات مجرمة ومن خلال أجهزتها القمعية المجرمة. نعم نعم. وبالإضافة إلى ميليشيات المارقة هذه الفاسدة المجرمة هذه، وعلى رأسهم ميليشيات الحج السعدي وعناصرها القمعية المجرمة. والله العظيم كل عناصر قادتي وعناصر الحج السعدي هم من أناس مارقين. الله وجعك الشاعر. مجرمين حرم اللولة، يعني اللولة بالسابق جد ارتكبوا مجازر، جد اعتقلوا من الأبرياء، جد أعدموا، جد هجروا من الناس الأبرياء، جد سرقوا من امتلاكات المواطنين بعد تهجيرهم. وعلى يد هذه الميليشيا المارقة وقادتها وعناصرها وبالتعاون مع الجيش الفاسد، جيش الحقير. سيد هاشم انا اشكرك. نعم شكرا جزيلا، وصلت الفكره. ويانا ابو شيماء من بغداد، تفضل يا ابو شيماء حياك الله. بس اريد قبل لا تبدا اريد تنص صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون فقط يا ابو شيماء. السلام عليكم. استاذك ابو جاسم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. شلونك يا ابو جاسم؟ حياك الله يا ابو شيماء. استاذ ابو جاسم هذا مثل هيك واحد ما خليه يتحدث يعني عن جيش، يعني الجيش العراقي قله تاج راسك، الجيش العراقي بمكانك وانت تحكي له لو مو الجيش العراقي تقول له قاعد، جيش هذا سور الوطن، يا جيش انت عيب. المفروض الاستاذ محمد يرد عليه يقول له عيب، هذا جيش العراق. جيش العراق هذا اللي حرر العراق. يا استاذ محمد انت 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 متصل ترد علي. هذا لو عقله مو تمام، لو شارب حبوب بس والله طيب. ما معقوله واحد. طيب ليش ليش ما تحترم رايه؟ تحترم رايي لانه تجاوز. استاذ محمد انا رجل مواطن احترم الجيش العراقي، جيشنا هذا تمام. جيشنا هذا هو الحمايه، واحنا هسه احنا قاعدين ببيوتنا مصايت من لا. من هاي العصابات. عندي سؤال يا ابو شيماء، ليش قاعد نشوف الميليشيات اليوم تعتدي على الجيش وهيبة الجيش وتتجاوز على الجيش، إن كان لفظيا إن كان بالتهديدات إن كان حتى بالاغتيالات اللي نشوفها تصير لضباط ومنتسبين وموجودين قيادات بل حتى قضاة تم استهدافهم من قبل الميليشيات؟ هاي الميليشيات ليش ما تحترم الجيش وهيبة الجيش سور الوطن مثل ما تقول؟ هذا محمد ما عنده محمد اكو ناس الانسان اكو ناس مدفوعه اكو هاي، بس الاغلبيه زين العالم هو الميليشيات تحدوا يعني قلت لك الشعبي ولا دول ناس محرروا الشهداء ودمهم وقاتله. وهذا الاخ ابو من الفلوجه يقول لك هذا ابو شيماء هذا مو انا ولا احد يشك بوطنيتي، انا طيت شهداء حرب الكويت والايران انا شاركت بيها، طينا شهداء ضد داعش من حمى العراق احنا، فالمفروض عيب على اي واحد يشك بشخص انه طيب. العراق مواطن يدافع عن حق العراق. شوف ابو شيماء ابو شيماء تمام بس خلي اناقشك حتى. شوف موضوع حمينا العراق وسوينا للعراق، هذا الموضوع حتركك تراجع التقارير الدوليه لانه ماكو وقت اصلا حتى نقعد نسردها كلها. التقارير الدوليه اللي تكلمت عن حجم الانتهاكات اللي ارتكبتها ميليشيات الحشد في المحافظات المنكوبه، وايضا الانتهاكات اللي ارتكبها سور الوطن خلينا نخليها بين قوسين اللي تم ارتكابها ضد المحافظات المنكوبه وايضا ضد العراقيين بشكل عام، مدينه الناصريه، مجزرة جسر الزيتون اللي ارتكبها جميل الشمري هو قيادة عسكرية، القمع الذي حصل في محافظة البصرة على يد رشيد فليح والميليشيات التي حماها رشيد فليح قائد شرطة البصرة دليل على انتهاكات القوات الحكومية، مدينة الموصل، محافظة نينوى، محافظة الأنبار. انتهاكات الجيش والشرطة والأجهزة الحكومية في العراق لا تنتهي، والميليشيات كذلك انتهاكاتها موثقة بالتقارير الدولية. فخلينا نعوف هذا الموضوع جانبا لأنه هو يعني
ما راح يجي وياكم بالطريقه اللي تتوقعها. لكن انا عندي سؤال يا سيد ابو شيماء، اليوم لما يطلع مواطن عراقي يتظاهر من اجل الحصول على فرصه عمل ومن اجل الحصول على مستشفى، لماذا تقوم القوات الحكوميه سور الوطن بقمع المواطن العراقي اللي يطالب بحق مشروع بطريقه سلميه؟ هذا محمد احتياجي او شوف، هي تصير احتكاكات، ما اقول لك انا ويا المواطن، انا وياك، انا طبعا ويا المواطن، احنا مواطنين، واي واحد يريد هذا يطالب بحقه، بس احنا شو نقول؟ نقول الشغلات تصير احتكاكات صحيح وياك انا، بس هو المواطن حقه يطلع، هو الدستور يقبل عفوا يقبل حق التظاهر. نعم. وبعدين ارد على واحد يتحدث يقول لك لا لا قبل لا 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 اصبر اصبر لو سمحت لو سمحت بس حطيك فرصه حنطيك فرصه للرد حنطيك فرصه للرد محمد شوي حماديك. اتفاقيه الصين ما خلوا عبد العال يقول لك ما يرضى جزء يرضى جزء الخروج. لا لا, لا لا بس اسمح لي يا ابو شيماء، مو انا اريد اناقشك والله على الدولار هسه صعد الكاظمي صح صح تمام، احنا كاتبين الجوع والضيف ما طلعتوا علي وينكم لحد؟ نعم نعم عن عادل عبد المهدي رجال راضي يجيب شركات وتبني العراق هسه حتى مدرسه ما به، ليش تقولون انت؟ هو ما خلوه استاذ العزيز استاذ محمد ما خلوه الدكتور عادل عبد المهدي انه يبقى في سبيل انه نبقى بهالوضع هاي، سووا عليه هاي مال المظاهرات وراح الرجل، انتم ليش من البدايه هسه الدولار وينكم؟ بعد يلا طلع الدولار هسه بس على كيفك على كيفك والله حنطيك فرصه ابو شيماء ابو شيماء على كيفك بس هدي اعصابك هدي اعصابك. اولا عادل عبد المهدي يعني انت دا تقول انه ما انطوا فرصه للرجال يشتغل، شو يشتغل يا ابو شيماء؟ هو قمع الناس اللي طالبت بحق مشروع، مو هو اللي قتل المتظاهرين بثوره تشرين؟ طيب مو مصطفى الكاظمي هذا اللي نزل الدولار؟ مو هو أجب حكومة توافقية اللي جابتها هي نفس هاي الأحزاب اللي هسه اليوم معترضة على سياسات الكاظمي؟ مو هي هاي الأحزاب اللي جاءت بمصطفى الكاظمي بالتوافق ومقتدى الصدر قالها مصطفى الكاظمي شخص توافقي، يعني الأحزاب هاي اليوم اللي معترضة هي اللي جاءت بالكاظمي وهي اللي رضت به وهي اللي رضت بحكمه. طيب هسه انا اريد منك انا اريد منك جواب على سؤالي سالتك تدري شلون سالتك سالتك اسمح لي سالتك على يا ابو شيماء يعني هي صارت يعني ابو شيماء يعني ضرب استثنائي ضرب استثنائي صاروا جابوه وخلوه، بس ما يصير هيك يعني يعني سووك رئيس وزراء انت هسه تصرف اعمال يعني نزل دولار تدري بيش اصل البرميل 95 دولار وبعد الدولار وصاعد يا استاذ محمد وين يعني هاي الشعب وين يروح؟ نعم استاذ محمد نعم. من عندك انت طرحك سليم يا ابو شيماء شوف انت طرحك مجال العامريه يرحم والديك بل على هذول خطيه الشهداء اللي راحوا 450 واحد مال المجال العامريه اي طرحوا في برنامج علي خاص يرحم والديك ان شاء الله ان شاء الله، بس انا اريد منك جواب اخير بس لو سمحت وبعدين حناقشك او يعني اخذ راحتك وبس اطرح تساؤلات الناس بلكي وراك تجاوب. عندي سؤال بس، الحكومة هاي نفسها اللي هي الأحزاب والوزراء والنواب الموجودين في هاي الحكومات هم ذولا كلهم اللي شكلوا هاي الحكومات، ليش يقمعون المتظاهرين اللي يطالبون بحق مشروع؟ ليش هادي العامري يقول عن الفقر كذبة؟ ليش واحد مثل همام حمودي يقول بأنه لا دولة مثلكم؟ ليش عندك مثلا عادل عبد المهدي هذا اللي تقول عليه الوطني الدكتور عادل عبد المهدي هذا طلع بالتلفزيون يقول أنا عندي نثرية مليون دولار كل شهر أعطيها أوزعها للفقراء، حصلت شيء من هالمليون دولار اللي دي يوزعها؟ ثم وينكوا بالعالم واحد عنده نثرية كوزير مليون دولار نثرية؟ شنو هالهدر بالمال العام؟ شنو هالتبذير بأموال العراقيين؟ هالمليون دولار اللي هي 12 مليون دولار بالسنة لو متوزعة على مشاريع ومستشفيات كم مستشفى وكم مدرسة كانت حتبني؟ فقدنا الاتصال. السؤال يظل قائم، أبو شيماء وغير أبو شيماء ممن يدافعون عن هذه الأحزاب أو يدافعون عن هذه الحكومات أو يعتقدون أن هناك من هؤلاء من هو الوطني القادر على الإصلاح، وين كانوا طيلة هذه السنوات؟ عادل عبد المهدي اللي يقول بأنه هناك مليون دولار هذا اللي هو متهم بسفك دماء العراقيين اللي ما ذكرها أبو شيماء، اللي ذكر بأنه راد يجيب مشاريع من الصين ومن عو، هذه الأموال التي كانت أو كان يتحصل عليها عادل عبد المهدي
اللي ما حد منهم ما حد من العراقيين شاف وين هاي الاموال. مليون دولار يا جماعه نثريه، النثريه اللي للاخوه العرب اللي ما يعرفون، هاي فائض يعني اموال تعطى الى المسؤول او الى اي شخص يتصرف بها براحته، يوزعها هدايا، يوزعها رواتب يعني مخصصات حوافز، يوزعها مثل ما يريد. نثريه هاي تصرف بها بكيفك. مليون دولار على لسان عادل عبد المهدي احد شخصيات حكومات الاحتلال. اين هذه الاموال؟ لماذا يتم او تم هدر اموال العراقيين بهذه الطريقه اللي خلت اليوم المواطن العراقي يتظاهر ويضحي بجسمه وبدمه في سبيل الحصول على مستشفى سعه 100 سرير؟ الى هذه الدرجه وصل الحال بالعراقيين ان هم يخرجون بتظاهرات بصدور عاريه يستقبلون الرصاص الحي في سبيل الحصول على مستشفى؟ طيب خلونا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود لنكمل الحديث، ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. نستمر بحديثنا في حلقة صوتكم لهذا المساء عن قمع التظاهرات من قبل حكومات وأحزاب الاحتلال. ويبقى السؤال قائم، لماذا تستمر هذه العمليات القمعية ضد من يطالب بحق مشروع؟ دستور العملية السياسية التي أقرته هذه الحكومات والتي شرعته والتي صادقت عليه ودعت الناس إلى الذهاب للتصويت عليه يضمن حق التظاهر وحق التعبير عن الرأي. لماذا هذه الأحزاب لا تحترم حتى القوانين التي شرعتها بنفسها التي وافقت عليها، التي دعت العراقيين للذهاب للتصويت بنعم للدستور؟ لماذا لا يتم العمل بالقوانين التي تخدم المواطن العراقي، التي تسمح له بالتعبير عن رأيه، التي تسمح أو التي تعطيه مجال الحرية؟ أليسوا يتحدثون عن الديمقراطية والعملية الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية وحرية الاختيار؟ طيب المواطن العراقي لا يريدكم، لا يريد هذه الأحزاب، لا يريد هذا النظام الفاشل. لماذا لا يحترم أو لا تحترم هذه الرغبة في حين يراد فقط من المواطن أن يرضى بالفساد وبالفشل الذي جاء بعد الاحتلال بواسطة الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003؟ أبو علي من واسطة، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لجمهور الرافدين حياك الله. مثل ما ذكرت حضرتك قوانين هم حطوها، نعم، وهم ما يطبقونها لان هم متخذين نفسهم اساسا. هم ما جايين يحكمون لان الشعب فوضهم لحكم العراق. نعم. وهم اجوا عن طريق كذبه امريكيه لاحتلال العراق. نعم. فامريكا طلعت يعني بس طلعت بلها. لكن هي بقت الاذرع الموجوده، هي الموجوده اللي جابتهم. يعني ايش تتوقع من دوله يعني حش السامع جابت حثالة من مجتمع موجودين بالخارج يتسولون، نعم، وخلتهم يحكمون بلد. وحتى من يجوا هم رسخوا قانون، يعني حتى من يجي النظيف ما راح يستمر. وصار هذا بحكومة عادل عبد المهدي اللي بعض اكو ناس يعني اجوا مستقلين مثل ما قالوا انطوهم مناصب، لكن مناصب وزراء واجوا، لكن مدير المكتب هو اللي يدير الوزارة ومن ضمنها وزير الصحة اخر شيء استقال وطلع. فهم جابوا قوانين وما راح تتطبق، يعني لو تتطبق الان يعني على سبيل المثال شالوا هسه هشام زيباري المحكمه الاتحاديه صارت صدريه الوقت هذا. شالوا هشام زيباري. طيب كم اكو واحد مثل هشام زيباري موجود بالبرلمان؟ وكم واحد موجود يعني عنده مناصب بالدوله؟ ليش بس هذا؟ من سالوا شخص قالوا ليش بس يشاز يبالي مو اكو مثلهم؟ قال لي مو ما حد قدم عليهم دعاوى. زين اذا هم يدرون نفس يعني
ترى الحكم بعد الله سبحانه وتعالى يأتي بيد القاضي. وهو القاضي هو الحكم الموجود، هو يحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى. طيب إذا القاضي مسيّد، يعني كيف المحكمة الاتحادية؟ ساعة المحكمة الاتحادية تصير مالكية، ساعة تصير حشدية، ساعة تصير صدرية. هم بكيفهم. طيب إذا هذه القوانين اللي تسن، الدستور اللي هم حطوا، يعني توقع حطوا دستور قالوا هذا الدستور للتعديل، طيب ليش تخلونه إذا هو للتعديل؟ وش وقت يبدأ التعديل؟ يعني خروقات دستورية، قانون ما محترم موجود. الفاسد يجي يحكم، من يجي سيد مقتدى ويغذي التغيير يقول أنتم لازم البرلمان يكون يعني يعمل على شكل رقيب على الحكومة. طيب البرلمان في أول جلسة ما رئيس الجمهورية ما حضر. يعني هذا أول خطأ موجود، أنتم تدعون أنه يريدون تقومون حكم إصلاح. طيب إذا أنتم يعني أنتم اللي تدعون للإصلاح، أنتم أساسا تبدو لكم إصلاح. مثل لجنة النزاهة بالعراق، في نجلة نزاهة عليها حتى أساسا تشتغل. هم أستاذ محمد، هم ليش يعني ماشيين بهذا الطريق؟ لأنه أساسا ما يقدرون يحكمون العراق. ودليل ثورة تشرين اللي صارت والثورات اللي بعدها والتظاهرات مثل ما ذكرت حضرتك اللي تقمع من السلطة وما حد يحكي، وآخر شيء يجي رئيس الوزراء يدش للمكان ويقول لازم يشكل لجنة تحقيقية. طيب بعد وزير الداخلية شنو شغله؟ إذا أنت تقول يشكل لجنة تحقيقية. والسؤال الأهم يا أبو علي، السؤال الأهم، وين نتائج هذه اللجان التحقيقية اللي شكلتها الحكومات المختلفة، وأهمها اللجان التحقيقية المعنية بقتلة المتظاهرين ومن اعتدى على المتظاهرين؟ اليوم الأحزاب الموجودة بالحكم كلها، إذا مو أغلبها، خلينا نقول أغلبها مو كلها، أغلبها متورطة بالانتهاكات اللي ارتكبت ضد المتظاهرين في ثورة تشرين وغيرها. طيب اللجان التحقيقية التي شكلت، وين النتائج مالتها حتى نعرف من الجاني، حتى نعرف، حتى يفتهم المواطن العراقي من الذي قتل الألف وأصاب أكثر من 30,000؟ أستاذ عمر، هذا اللجان طلعت النتائج، طلعت قالوا سين من الناس هو هذا المتهم بقتل فلان وفلان. طيب هذا إجا وحده لو وراء لجنة وراء سلطة هي اللي تدعمه، وحتى لو طلعت النتائج ينطونك اسم مثلا هو فلان من الناس. طيب هذا الفلان بس مقبولة هو بوحده اللي هو قام يقتال ويغيب ويخطف وغيرها؟ غير تكشف لي الجهه اللي براه واقفه وراه. يعني هسه حتى الحرامي او واحد يقتل لازم اكو اثنين يراقبونه، واحد عنده سياره برا حتى يهرب، واحد يجيب له سلاح او فلوس ينطيه حتى يشتري سلاح. مو صحيح؟ يعني على الاقل قتل شخص مرتبط بخمس اشخاص. احنا هشام الهاشمي الله يرحمه قال والله واحد شرد وواحد كظينا. طيب مو اكو جهه؟ هذا ما قتل من كيفه، هذا ما دبر الشيء هو بأمره. فلذلك هم أساسا جاي تغطون حتى على القتل، هم أساسا عارفين أنفسهم هم قتلة. هم بيناتهم لو تلاحظ الإطار والتيار الصدري، الإطار بمن تقوي بالميليشيات اللي طلعت من الجيش المهدي. إذا النواة الميليشيات الموجودة بالعراق هي جيش المهدي. طيب مقتدى أنت تحل سرايا السلام حتى تطلب يحلون البقية الثانية؟ الحشد مو كله ميليشيات، اغلب الحشد كلهم هم على قولتك مو كلهم، معظمهم كلهم ميليشيات تدربوا بسوريا تدربوا بايران. لان السلطه انت كدوله من يجي رئيس حرس ويلتقي مع ناس وزير الخارجيه، انت شنو شغلك؟ شنو شغلك من يجي قان يلتقي مع الصدر ومع السيسين وعين وصاد؟ طيب سيد ابو علي، يعني اكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك للمشاركه. ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للميليشيات والعصابات هذه ما تبني بلد. فسلوكهم ممارساتهم ما تخدم إلا مصالحهم، ما تخدم إلا أنفسهم. وأنت تعرف كل زين، يعني صاروا أمبراطوريات، يعني كل واحد من عندهم يعني صار امبراطورية. فذولا يعني مال يهتمون بالبلد، يبنوا البلد، هاي من سابع المستحيل. يعني خير دليل يا أستاذ محمد، أنت سمعت وحتما يعني تابعت، يعني مستشفى بالسماوة مشترين 6 مليار قناع مال وجه. زين، مكان ما هذا المبلغ اشتري، يعني اشتري اجهزه مال سونار،
أجهزة مارنين، شوف البذخ بالأموال وهدر أموال الدولة بأشياء تافهة. فهم ما جاي يخدمون المواطن، يعني جاي يعني يشتغلون لأجل تدمير هذا البلد. يعني بس سؤال، بس سؤال عندي يا سيد عبد الرزاق، أغلبهم أغلبهم اللي حكموا العراق اللي كانوا في منصب رئيس الوزراء أو اللي كانوا وزراء ونواب يحملون جوازات سفر بلدان متطورة، جايين من بريطانيا وعاشوا فترة معارضتهم لنظام صدام حسين في الخارج في دول أوروبا اللي هي عبارة عن تطور وتقدم ونهضة. شنو الخبرات اللي اكتسبوها اللي جاءوا بها إلى العراق لإنقاذ بلدهم من هذا الدكتاتور وحتى نعيش دول الفقرة اللي عاشوا الحصار حياة مزدهرة؟ وين مشاريع مترو الأنفاق اللي موجودة في فرنسا اللي عادل عبد المهدي عنده جوازها، ولا حيدر العبادي اللي كان ببريطانيا اللي جاي أيضا في من دولة من الدول العظمى، ومصطفى الكاظم اللي كان بأمريكا اللي أيضا رقم واحد هذه الدولة المسيطرة على العالم؟ التجارب الجيدة، تجارب البناء والإعمار اللي عاشوا في هذه البلدان وتمتعوا بها هم، ليش ما جاءوا بها إلى العراق؟ ليش ما بنوا العراق على هذا النظام؟ صاد محمد، لأنه الأوامر اللي تصدر لهم هو لتدمير هذا البلد. هم إجوا حتى يكونون أنفسهم وينقلون الأموال مالتهم للدولة اللي انطتهم الجواز. هذولا مطين ولاء للملكة البريطانية، مطين ولاء للفرنسا، ينقلون الأموال للبنوك الفرنسية والبنوك البريطانية. هم يعني حتما الأوامر صادرت لهم بأنه لا تبنون، لا تبنون يعني العراق. هم يعني إجوا حتى لتدميره. وإنت حتما تابعت ذاك يوم يعني هذا السفير الإيراني يعني ما حد سلط عليه الأضواء يا أستاذ محمد. لما يريد يلغي تأشيرة الدخول بين العراق وإيران. يا أخي أنا شنو الرابطة اللي تربطني بيك حتى على مود تلغي إشارة الدخول؟ يعني ما معناتها احتلال، يعني احتلال واضح واضح صريح. يعني لما انت حتما يعني الايران النسبه مالتهم 100 مليون او اكثر وقياسا ويا العراق، ما معناته احتلال. سيد عبد الرزاق، يعني بعيدا عن التاشيره، شاهدت حضرتك اكيد وكثير من العراقيين شاهدوا لما تفضلت على هذا الموضوع، المقاطع اللي تم عرضها قبل فتره اثناء احدى الزيارات الدينيه، دخلوا من المنفذ الحدودي بالرفس، دفروا الباب ودخلوا، ويا أمن قدر يوقفهم الإيرانيين. أنت تتكلم عن دولة حدودها مخترقة، يقول لك ليش الإرهابي طب؟ ليش الإرهابي طب؟ لأن أنتم ما قادرين تسيطرون على الحدود. هل يعقل أنه يدخل الإيراني، وليس فقط الإيراني، إيراني وتنظيمات متطرفة يأتون من الشرق ومن الغرب، ما حد يقدر يوقفهم؟ الذيول والأدوات اللي تشتغل إيران، والمؤسسات الدينية الخطرة اللي هي يعني الأخطر من الحكومة. المؤسسات الدينية اللي تحمل الجنسية الفارسية واللي تتحكم بالعراق هي هذه أخطر من 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 الديون والأدوات، بس ما حد جاي يسلط عليها الضوء أستاذ محمد. هاي المؤسسات الدينية الفارسية هاي دولة. طيب انا بس عندي سؤال اخير لحضرتك سيد عبد الرزاق واختم وياك. اليوم ذكرى مولد الامام علي عليه السلام، هم يحتفلون زعماء الميليشيات بهذه المناسبه ويغردون طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ويريدون بتصريحاتهم ان يوصلوا رساله انهم يسيرون على نهج الامام علي عليه السلام. هل وصل هؤلاء الى شيء أو جزء بسيط من نهج الإمام علي عليه السلام في الحكم وإدارة الدولة؟ هل طبقوا تعاليم الإسلام التي اتبعها الإمام علي عليه السلام وبقية الصحابة الكرام في إدارة الدولة؟ ما الذي حققوه للعراقيين من تعاليم الدين الإسلامي التي اتبعها وتربى عليها الإمام علي عليه السلام؟ أستاذ محمد، دولة اتخذوا من الإمام علي، خلينا أقول لك طرفين. الطرف اتخذ من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جسر، وطرف اتخذ من الإمام علي جسر ليعبرون عليهم لتحقيق المآرب مالتهم. أخي براء منهم الإمام علي خليفة عمر بن الخطاب، لأنه الخليفة عمر بن الخطاب والإمام علي
اشتغلوا لوجه الله، اشتغلوا لخدمة الإنسانية. فذول اتخذوا من الدين ومن الخلفاء ومن الصلحاء ومن الأتقياء جسر لتنفيذ معاربهم براء من عندهم. وإلا يعني تخدم شو اسمه الإمام علي لتفرقة المسلمين ياخذ ذولا ذولا شياطين، ذولا يعني متلبسين بالدين وبراء منهم الدين. تحياتي لك. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق، من باب الأشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. قبل الختام مشاهدينا، نود تذكير حضراتكم إلى أن قناة الرافدين انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1/2 هذا الشهر 2022، وسيتوقف العمل بنظام بث SD اعتبارا من تاريخ 28/2/2022. لذا من يواجه مشكلة في مشاهدة شاشة قناة الرافدين بصورة الكاملة، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية على نفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، من أجل أن يجد القناة بنظام البث الجديد وسيشاهدها إن شاء الله بصورة كاملة. بهذا مشاهدينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.